حتى يسعى الجميع لكن استجابة لنداء الله أخذا تصمد في وجه المخططات المشبوهة التي رسمت أعلن عن استقالة الحكومة. يهدد حاضرها ومستقبلها ويحاول النيل من إنسانها وأرضها ومقدساتها ومياهها وتراثها بأساليب وحشية فاقت كل تصور وعقل ومنطق في تاريخنا المعاصر. الذي يفرحنا جميعا كلبنانيين أن نفتح صفحة جديدة. La sécurité totale d'ailleurs dans tous les pays du monde ça arrive. يا جمهوري صوت وحدة اللبنانيين هي دعامة لبنان. مشرف سليمان زعيتر بأن هذا الانتصار هو انتصار لإرادة التغيير والتجديد.